السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق نورانی قاعدے کی تختی نمبر 9 مشق حرکات کا 5واں سبق ہے. تو آئیے چلتے ہیں، سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف واو زبر قو لام دو پیش لن قول قاف واو زبر قو لام دو پیش لن قول کاف الف زبر کا نون زبرنا كان كاف ألف زبرك نون زبرنا كان كاف يا زبركي دال دو زبردا كيدا كاف يا زبركي دال دو زبردا كيدا كاف يا زبركي فا زبرف كيف كاف يا زبركي فا زبرف كيف لام واو زبر لو حادو زير حن لوح لام واو زبر لو حادو زير حن لوح لام يا زبر لي سين زبر سه ليس لام يا زبر لي سين زبر سه ليس ميم ألف زبر ما لام دو زبر لن ما لن ميم ألف زبر ما لام دو زبر لن مالا نون ألف زبرنا رادو زبرا نارا نون ألف زبرنا رادو زبرا نارا ميم ألف مد زبر ما همزة دو زير إن ما إن ميم ألف مد زبر ما همزة دو زير إن ما إن واو يا زبر وي لام دو پیش لن ويل واو يا زبر وي لام دو پیش لن ويل. تو آئیے چلتے ہیں، سبق کو شروع سے پورے پورے الفاظ کے ساتھ پڑھتے ہیں. قول كان كيدا كيف لوح ليس مالا نارا ماء ويل. تو ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. اگلی ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ سبق کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.